شوربة العدس على طريقتي. عم جهز هلأ لأعمل شوربة العدس. حطيت بصل وبطاطا عم قلبهم بشوية زيت. حطيت هلأ العدس، أنا هون حاطة كبايتين ونص عدس، غسلتهم صفيتهم ورح قلبهم شوي مع البصل والبطاطا. أنا طريقتي كتير بسيطة للشوربة اللي بعملها على الطريقة القديمة، ما بحط لها كتير مكونات، فيكم تحطوا أي خضرة بدكم إياها. حطيت هلأ المي للعدس والبصل والبطاطا، رح ضيف مكعب مرقة خضرة، بستخدم نوع أورجانيك. ضيف معلقة صغيرة كمون ونص معلقة صغيرة تقريبا كركم ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة ملح. هلأ رح غطيهم وخليهم على نار وسط لحتى يدوب عندي العدس ويستوي، بعدين بطحنهم وبكون جهزت تقلية التوم. هلأ عم جهز تقلية التوم، دوبت زبدة ورح حط التوم وضفت لهم معلقة صغيرة حبوب كمون وبقلبهم شوي. وهيدي عندي الشوربة طحنتها وصارت جاهزة، هلأ بدي ضيف لها تقلية التوم والكمون. وهيدي التقلية عندي صارت جاهزة، رح ضيفها على العدس قلبهم خليهم بس يغلوا 5 دقايق وبسكبها. وهيدي شوربة العدس صارت عندي جاهزة للسكب، ما شاء الله. وهيدي شوربة العدس بعد ما أنا سكبتها. تحبوا تغمسوا معاها راس كبة، خبز محمص، بصل كريسبي، عصير ليمون، مثل ما بدكم.